الحلقة هذه من بلاد الخير، شقة عباب البحر في اتجاه جزيرة قرقنة. اللؤلؤ الموجودة شرقي البلاد التونسية على مسافة 30 كيلومتر من السواحل، وين باش نعديو نهار وليلة على ظهر المالح مع بحارة الجزيرة، واللي معاهم باش نتعرفوا عن كثب على خدمة البحار وما يرافقها من صبر ومثابرة وبعض المشاكل اللي تعترض سبيله. اللي ماشي للجزيرة سلم على خويا رمزي. السلام عليكم. وعليكم الله يعينك اخويا. عايشك خويا رمزي، كان نتعرف عليك اكثر. رمزي فرحات، اصيل من منطقه العطايا. نخدم بحر، احنا تو نخدموا في مسرة اللي هي مسرة الكريفات، كل عام نخدموها. المسرة هذه تدوم حوالي شهر، نخدموا بها بالغزل هذا، غزل اللي هو كيما نقولوا احنا غزل الكريفات مال 22، فهمتي ولا لا؟ غزل الرطب مش كيما غزل الشوابي، فما ديفيرونس في الخيط. الخيط هذا ارطب شويه، نخدموا به الكريفات. نخدموا قبل كنا نرميو الغزل ونباتوا على الغزل، فهمتي ولا لا؟ قبل نرميو الغزل وندخلوا، فهمتي ولا لا؟ الناس كل تدخل ترمي غزلها بالنهار، بحر الصباح بكري مع الاربعة ونصف تهز غزلها من البحر وتخلصوا، فهمتي ولا لا؟ وترمي اخر ضربه، ترمي غزلها وتروح تبات في دارها. من نهار اللي صار الكيس، فهمتي ولا لا؟ وصارت هالعباد اللي كيما نقولوها احنا تاكلنا في بحرنا وفي ثرواتنا وكيما نقولوها احنا وبار انه الثروات هي تفسد الاجيال القادمه. احنا تو ممكن مشينا كيما نقولوها احنا ثلث العمر نتاعنا ما عادش ياسر، اما العباد اللي كيما نقولوا احنا جيل اللي مازال صغير اللي مازال داخل جديد للبحر، فهمتي ولا لا؟ هذين عباد يستعملوا القوة، يبحروا كيما نقولوها احنا بسكاكنهم بماسهم بالمولوتوف نتاعهم، فهمتي ولا لا؟ عباد متقوين. علاش؟ حاكم في صفهم ما راناهوش يردع فيهم، فهمتي ولا لا؟ واحنا لا حول ولا قوة. تو انا واحد من الناس في شقف وحدي، مش مفارع مثال كيما نقولوها احنا، بابور في وسطه 240 ولا 250 خيالي. باهي خويا رمزي، تو يمكن هذه فما المشاكل، معناتها الجانب نتاع المشاكل، لكن فما نعرفوا جانب اخر اللي قرقنا معروفه بالبحر بالبحاره بالتنوع معناتها في الميدان هذا. قرقنا هي الوحيده اللي تمدات تحافظ على البحر وتخدم بصيد تقليدي اللي هو الاحجر، الدرينه، الغزل، الشرفيه. قرقنا هي البلاد الوحيده اللي تمدات تخدم بالطريقه هذه، وطريقه ظهرت محافظه خدموها جدادنا، طريقة سمحة ياسر. حافظنا على بحرنا، وتوا في الفترة هذه بحرنا قادس نخضروا له ينقص ياسر. احنا تو في الفترة هذه كنا نخدموا الشقوفة اللي كيما هكا، صور الفلوكة هذه والبابر اللي كيما البابور هكا والبابور هكا يمشيوا الجربة، يعني نتوزعوا، خاطر كي نخدموا في نفس المنطقة، فهمتي ولا لا؟ هي ما هياش كيما نقولوا احنا كي شجرة نتاع الزيتون باش نحيلها الثمار نتاعها من بعد ما تلقى فيها كان الورق. باهي خويا رمزي، اللي قاعد تعمل فيه انت توا شنو بالضبط؟ انا توا قادس نرجع في الغزل، احنا نقولوا نرجع الغزل، يعني احنا توا الغزل خلصناه، فهمتي ولا لا؟ ورجعوه هكا كيما نقولوها احنا، ستفوه هكا على بعضه باش يجيو نرميوه للبحر، يبدا الغزل مريقل نظيف. يعني هكا توا نظيف اموره مريقله باش نقصدوا ربي البحر ولا كيف؟ ربي نرميوه للبحر، نرموه في البحر ونتوكلوا على السميع العليم، ربي يرزقنا ان شاء الله. خويا رمزي، شفناكم ربطتوا الفلايك الصغار في بابور كبير، شنو سر في العملية هذه؟
احنا توا وقت بكري قلت لك نقصوا ربي فهمت ولا نتوكلوا طلعنا الفلوكه هذه الصغيره فهمت ولا هذا بابور اكبر منها. احنا توا ولينا نخرجوا كيما تعالى توا هكا بثلاثه اربع شقوف صغار وكبار باش نحميوا بعض ونكو تصير ايكا كياس باش يجينا يضرب النغزل نمشي مع بعضنا زوز من الناس مثال يقعدوا من الطرف هذايا وزوز من الناس زوز شقوف يمشيوا من الطرف الاخر باش نحميوا غزولتنا. الله غالب الوقت خلانا كيما هكا ما دام الحاكم ما راناش فهمت ولا لا وديجا حتى الاقراطنيه عملوا استغاثه تعلموا بها الاقراطنيه هز روحهم باش يمشوا للطليان سي قال لك ذاق بينا الحال احنا ولينا نخرجوا كيما هكا الله اللي يقدر على قليل الواحد تحمي عملك. هاي الشاطيات اللي عند الرجل هذا ها يعملوا كيما نقولوا احنا سبعة ملايين بالله اللي تضرب له كيما نقولوا احنا زوز ولا ثلاثة ملايين سيئة مسيرته وفات هيك علاش ولينا نخرج هكا مع بعضنا. اما الاصل فيه خدمة الكريفات من قبل الناس الكل ترمي غزولتها وتروح ترقد في ديارها اما الله غالب. وبالنسبة لرميان الغزولة بعد تحلوا الحبال ولا كيفاش؟ اول ما نعملوا نرميو السليان هو كيما نقولوا احنا يكون علم درابو يكون هكا بدون يكون كيما نقولوها احنا اي حاجه هكا طف فهمتي ولا لا هذا نرميوها باش نرجعوا له اللي هو قيموا بداو منه وقيموا له الغزل فهمتي ولا لا حنرموا في الغزل فهمتي ولا لا الغزل هذا هو غزل نتاع قنبلي ارميوها على القنبلي الفلوكة الصغيرة فهمتوا ولا لا كل قدروا وقدروا واحد يعمل 20 واحد يعمل 10 واحد يعمل 100 فهمتوا ولا لا كل واحد ومقدوره البابور الكبير يعمل كيما نقولوا احنا 50 60 شاطية فهمتوا ولا لا يخدم بها خاطر معاه عائلات ومعاه عباد اخرين واللي يبدا وحده فهمتني ولا لا نجم يخدم ب 20 نجم يخدم ب 30 قبل كنا نخدموا ب 20 تبارك الله الرزق موجود وتوا الرزق على الاقل زدنا في الشاطيات زدنا في الغزل الله غالب. عند البحريه يا ريس سمر شرقيه يا ريس عند البحريه يا ريس سمر شرقيه يا ريس والبحر كويس يا ريس وصل لي حبيبي يا ريس عند البحريه بخويا رمزي شفنا اللي حليتوا الارتباط بينكم وبين البابور الكبير وهبطت الغزل نتاعك كنت تصفنا المراحل هذو بالتحديد المراحل اول مرحله هي نرميو البويون اللي هي نجم تكون دراب ونجم يكون بدون نجم يكون خفافه كبيره اللي هو سليان سنيلو بيه باش من بعد نرجعوا له من بعد نبداو نرميو في الغزل. الغزل هذا مكوناته متكون من احبال اللي هما نسميهم احنا بلغه البحار قلايد القلايد هذينا فما حبل يتعمل في وسط الرصاص وقلاده في وسط السفري والوسط يبدا الباندو هو الخيط اللي وين مشتوح اللي في وسطه كعبه القنبلي الشرك نتاع كعبه القنبلي الشرك هذا هو اللي مشدوا به القنبلي نرميه الغزل نجم ترميه مثلا كيما نقولوا احنا هون باراليل نجم ترميه هكا مع بعض فهمتي ولا ماشي اشكاليه المفيد انت تعرف البلاصه اللي مش ترمي فيها فهمتي ولا البلاصه هذه مسخ ما تمسخش كي يقوم الريح تنجم كيما نقولوا احنا الغزل تقيم فيه الوسخ نجم تقيم مثال كيما نقولوا احنا غزل نظيف هذه الكل الكومباس يولي كيما نقولوا احنا على الرئيس هاك الكومباس وين يكمل فهمتي ولا لا وعندك كيف ترمي الغزل ماذا بك كي ترى بويون واحد اخرى تبعد عليها تمشي لها تراها كيفاش ماشيه باش يراعيوا بعضنا هكا علاش باش نتبداو كيما نقولوا احنا اللحمه واحده والناس كلوا خيان مش هو يرمي مثلا كيما نقولوا احنا الغزل نتاعو وانا نجي نرمي فوق منه ما يصيرش من عاداتنا وقت اللي نرى واحد يرمي
نبعد عليه ونرمي، وحتى إذا ما رتوش يرمي نمشيو للبدون. اللهم لا ضروره لا ضروره، انت بديت ترمي من بعد جيت الغزل، فهمتي وانا لا الله غالب. البحريه يا ريس سمر شرقيه، يا ريس عندك بحريه، يا ريس سمر شرقيه، يا ريس والبحر كويس، يا ريس وصل لي حبيبي، يا ريس عندك بحريه، يا ريس كل عمل وقت اللي تجتهد فيه وتعطيه راهو يعطيك. والحاجه هذه نتا توا اغلبيه الاولاد والجينيراسيون الصغيره هذه، خاطر الكبار ما خلطوش على الموتورات، هيك هي الطريقه اللي نستعملوها، حط سائق فهمتي ولا لا، وانت تخدم باش تتحكم في الموتور، خاطر الموتور ما يمشيش كيما نقولوها احنا تراجي كبيره قباله، يمشي حكايه 3 متر و4 متر و10 متر ويمشي قباله، بعد يحب يدور، انت باش تتحكم فيه تتحكم فيه بساقك وتتعود على الحاجه هذه، فهمتي ولا تولي لك حاجه سهله ياسر، ما هي فيهاش حاجه صعيبه ولا. انا كل واحد في الدنيا هذه شاب وما عنده، نحكي على منطقتي، منطقتي انا بالتحديد قارقنا بصفه عامه، كل شاب كانوا ياخذ شهاده ماهوش يخدم، فهمت ولا. انا ننصحه، فعنا عباد هوني كاي في بلادنا اللي هي كيما نقولوها احنا واخدين الشايد وخدموا في البحر وعملوا شقوف وعملوا ديار باش بعثولهم باش خدموا في خدمهم، مش نهايه الدنيا ان الواحد ياخذ شهاده وماش يحطها، اما نهايه الدنيا انك ما تخدمش ويتعدى بيك السنين وتمر بيك الاعوام وتلقى روحك فهمتي ولا لا ازيرو، هيك الاشكاليه. باهي خويا رمزي، توا الشمس غربت تقريبا ومشهد الغروب جميل جدا معناتها في البحر، توا تقريبا باش تحضروا العشاء ولا كيفاش توا شو باش تصير؟ باش نمشيو مع اخونا ثابت اللي هو كيما نقولوها احنا كنا وخيام بالطبيعه، ثابت اللي خرجنا معاه، باش نمشيو نشدوا في بلاصه اللي هي كيما نقولوها احنا منطقه ما فيها قصير اللي هي زحله شويه، نشدوا نطيبوا عشانا فهمتوا، نعملوا صاريتنا نضحكوا شويه نعملوا كاس داي فهمتوا، نسهروا حتى للعشره العشره ونصف، ساعات تحلى صاريه هكا ويحلى الحديث نقعدوا لل 11، بعد كل واحد يطلع للشقف ويرقد مع 3 ونص ل 4 ونقوموا نطيبوا قهوتنا ونتوكلوا على السميع العلي. مالا ملتقانا في السهريه، احنا مستدعين بحذاكم الليله ان شاء الله. بكم يا خويا ومرحبا بكل واحد يوصل لنا صوتنا فهمتوا لنا، واحنا بالعكس احنا ماذا بينا عباد تجي ترى حالتنا كيش نعيش وتجي ترى كيما نقولوا احنا بلادنا كيفاش هي، وترى كيما نقولوا احنا العباد كيفاش تعرق باش توصل انها تجيب الرزق فهمتوا ولا لا. هالعباد اللي مثال كيما نقولوا احنا يجيو يضروا العباد في رزاقهم في ممتلكاتهم في بالتحديد في دراين في غزل في حجر، عباد ما تخافش ربي، عباد ما يهمهاش. يقول القائل تو انا واحد من الناس كنت نجم نرمي غزلي ونروح، علاش انا باي البلاد مش بعيده ديجا انت تراها، علاش على خاطر عملك هكا. راه واحد وقت اللي تضرب كيما نقولوا احنا في عمله عباره طحت زرسه من زروس. باي خويا رمزي للحديث بقيه ونتقابلوا في السهريه ان شاء الله. ان شاء الله مرحبا بكم وان شاء الله تعجبكم السهريه عارفه هي. بعد ما هبطنا الغزل وقربنا الفلايك لبعضهم باش تبدا السهريه اللي نورمالمون تبدا بالعشاء، والعشاء فرح بنا عم الطباخ الرئيس كما ناديو اللي هما عم الازهر، شوفوا معه هو اش حضر لنا عشاء. الليله حضرت لكم شكشوكه باللحم، شكشوكه باللحم المهم بالدجاج، شكشوكه قرقنيه بحته، بصل بطاطا بصل ثوم وما تبع
حتى في البحر ما نحيروش، معناها نطيبوا. ما نحيروش، نطيبوا حتى كيما يقولوا هما، حتى بالكريفات، بالكرناجو. فهمت؟ حتى مرقة مزورة. حتى قالت كيما يقولوا شوية زيت ونبرحس، خبزو زيت. والحمد لله. توعدنا بعشاء فاخر يعني. لا لا فاخر، خمس نجوم. بحول الله تاكلوا صباحكم معها. أغلق. ديما كل ليلة هيك بعد كل ما تسهروا مع بعضكم هيك. ما نسهروا نعمل من أول عشاء، مرة شكشوكة، مرة مكرونة، مرة صوص بكريفات، مرة حوت مشوي، كل مرة وكل مرة قدروا قدروا. وكيما قلنا الليلة مش نضيفوكم بعشاء قمقوم، شكشوكة باللحم، الدجاج كيما يقولوا هما. وإن شاء الله تعجبكم. إن شاء الله، وإن شاء الله ما تبطاش علينا عاد عم لازم. تو سويت ما تخافش. أوكي سيدي دينا تو نحضروا وتو مش نبطلوا تو المطبخ، تفضلوا معايا المطبخ. ان شاء الله باقي ملتقانا في العشاء. ان شاء الله. احنا الجود، احنا الكرم، احنا الشهامه، احنا الهمم. احنا الجود، احنا الكرم، احنا الشهامه، احنا الهمم. من ارضنا يبدا الصباح، في ارضنا تفنى الظلم. من ارضنا يبدا الصباح. خويا رمزي ديما هيك بعد العشاء تعملوا سهريه كما بعضكم جماعه كل يجيو من الفلايك ويجي يتقابلوا لهنا وتعملوا سهريه. احنا في طيبانا كي نخدموا القنبلي نتلموا هكا ثلاثة أربعة شقوف مع بعضنا، فهمتني ولا، باش نتعشاو وباهي هكا الجو نتاع اللمه وكا العشاء وكا التفدليكه وكا الضحكه، خاطر كي يبدا واحد وحده نجم ياكل، فهمتني ولا، كي يبدا مع المجموعه نجم ياكل وتبدا هكا راحه ومعاه هكا نكته وكا ضحكه وتعدى اللي عملوا كاستاي. فما واحد غرامه بالدخان يتكيف وفما انسان ما يتكيفش وفما انسان يجيش، نعملوا كاس داي فهمتي ولا لا، ونسهروا هكا حدنا العشره العشره ونصف. بعد كل واحد يمشي يطلع الشقف ويرتاح على روحه، يا من عاش فجر جديد ان شاء الله. سمعناك زاد قلت البحر امامكم والعدو وراءكم، مش تقصد به؟ والله البحر امامكم والعدو وراءكم، احنا ديما نقولوها خاصه كيما نبداو هكا ملمومين. ضيق علينا الحاله، احنا قريب نعيطوا صيحه فزع. صيحة الفزاعة هذه أول حاجة من شركة بترول، هذه عباد كيما نقولوها احنا يحبوا ياخذوا منطقة بحرية اللي هي احنا نقتاتوا منها العام الكل، راهم 400 بحرية ما هماش شوية، 400 بحرية وقت اللي جيت اخو شركة بترولية هاللون فيها هذه باش نذكر الاسم نتاعها، فهمتي ولا لا، تحب تاخذها باش تضيق علينا احنا البحر، ما يصيرش منه نهربوا من شركة البترول نجيو للكياسة. احنا قبل رحنا كنا نخدموا القنبلي نرميو شطياتنا نتاع القنبلي ونروحوا نخدموا كان بالنهار والشمس الزرقاء، توا بحكم انه فما الكيس وعباد ما تخافش ربي هذين الناسات يجيو مسلحين ويجيو كيما نقولوها احنا عندهم، الا ما تصوروش انت في بالك، صرنا نخافوا على عملنا، راهو مش بشوية البابور يعمر بثمانية عشر ملايين والفلوكة تعمر بثلاثة لخمسة ملايين، إذا كان الإنسان يرمي رزقه ويمشي يروح يرقد في الدار الصباح فهمتي ولا لا، يحل عينيه ممكن يتجلط، ممكن تجرى له حاجة، ممكن ما تعرفش على الكال اللي تصير، ما قالش بيه ربي. وبعد ما كملت السهرية توجهت مع فريق التصوير للنوم في الفلايك، وللأمانة فإن النوم على ظهر البحر غاية في الروعة، خاصة كي يبدأ الطقس مناسب. رئيس ثابت صباح الخير، كان نتعرف عليك اكثر. انا سيد بحار من عطيه، فهمتش، من عطيه قرنه بطبيعه الحال، فهمتش. باهي رئيس ثابت من امس نشوفك تتحكم في انت في البابور، كنت تحكي لنا شويه على بالضبط كيفاش تتحكموا فيه البابور. عندنا ايش فيه البابور؟ فيه هذا تبع البكيع، فهمتش، انا باور يار وعندك الفرصه تاعو، وهاك تبان هكا يتحكم في السقف الكل، سوا تشد من فوق وقت الطقس باهي، ولا من بسرلة، فهمتش، عند البان تاعو زاد. وبالنسبة للجي بي اس؟ جي بي اس هذا راحة تسمى البحر،
فهمتش البحار معناتها خاصه في يبدا الطقس مش باهي وكذا وكذا فهمتش بعد ساعات عنده سيليال الغزال بتاعه مطيش في بلاصه بلايص في غوض يشد عليه يمشي بلاصه من بلايص يكلم فيها فهمتش يبدا نو سايب الغزال ويمشي يطلع لقصيد ولا عندك الكياسه كيف كيف سايب غزله ومركي في الجي بي اس بتاعه فهمتش يمشي يتكلم الكياس يبعد عليه شويه كذا وكذا لكن الاكثريه الجي بي اس معناتها يريح لك مخك شويه فهمتش تقعدش تدور على الغزال بتاعك تقعدش تدور على العمل بتاعك الدراي كيف كيف مابقاش هذا اسمه جدودنا وباتنا ما كانوش يقفوا بالجي بي اس عندهم الماهي قوي علينا برشا راهو مش كيما تو نقول لك الصحيح راهو فهمتش قبل يخرج لك حتى في الليل يجي الدريل نتاعو فهمتش باهي رئيس ثابت احنا تو باش نمشيو نخرجوا الغزل ونخرجوا الكريفات وكان تحكي لنا شويه على الكريفات تعطينا فكره على الكريفات بصفه عامه الكريفات عندها تو نقول لك الصحيح حالها تو قبل شوي علاش خاطر الطقس تبدل ياسر مازال الطقس بارد حتى الوقت هذا تو الطقس بارد فهمتش العاده تو في اخر شهر هذا عندنا احنا تو 300 شقف يمشيو 150 شقف في الجربه تمنع علينا الجربه تو ولات مش تابعه تونس احنا تو بالذات العضويه ولا قريقنا ما احناش تابعين تونس فهمتش مطردين من كل بلاصه بحاره نحكي على البحاره فهمتش بالنسبه للبحر الهوري معناتها تو في ماي خاصة البحر قصير الكريبات تحب السخنة فهمتش تسخن تلي شوية تولي لقطة حارة فهمتش هما يعمل نوي يقص قصة واحدة تحب لنا جمعة 10 أيام باش نولي ونرجع ترجع الجو بتاعنا فهمتش كريفات هي من أهم الحاجات في البحر والكريفات هذه كما نقولوا احنا كل عام يجينا موسم الموسم هذا ماهوش طويل ياسر خاطر في بحرنا ما طولش ياسر خاصة هكا في الرماح في الغدر هذينا تسمى في قلة الماء نخدموها حكاية 20 يوم 25 يوم هي الحكاية كل شهر فهمني ولا لا سيزون صغيرة متاع شهر ضربة سنين ما جيناش هونيك في الرماح بعد ولا تجدد ولا تجينا في الرماح بعد نخدموا الموسم الثاني اللي هو في الحي في المياه العميقة يتسمى تو نخدموا في مياه ضحلة بعد نخدموا في مياه عميقة الله الحمد لله التعب في الاخر كيما نقولوا احنا يوفى وتعودنا على الريتم هذا الحمد لله رب العالمين وهكي مهنتنا الله غالب مهنتنا ومهنة جدودنا والحمد لله شيخي ولا محتاج للإنسان البحار معروف أصبر إذا كان ما يكونش عنده صبر ما يكونش كيما نقولوا احنا بحار خاطر ينجم يخرج اليوم ما يعطيهوش ربي ما عادش يخرج يولي بينما هو ديما كيما نقولوا احنا إيمانه بربي قوي فهمتي ولا لا وديما متفائل انه غدوه حي يلقى خير وغدوه حي يتحسن البحر وفي الاخر نقول الحمد لله خويا رمزي بعد ما طلعنا الغزل تو قاعد تسلك انت تحط في الكريفات وحده وتحط الشوابي وحده ايه احنا تو المرحله هذه تتسمى المرحله الثالثه المرحله الاولى هي نرميو الغزل في البحر الشباك نطلقوه ماكا في البحر المرحله الثانيه هي نقيمو الشباك من البحر
المرحله الثالثه اللي هي خلصوا كعبه الكريفات من الغزل. وخرجت مليح اليوم ولا متوسطه ولا كيف؟ والله الحمد لله، احنا ديما نقول الحمد لله، ضعيف قوي الحمد لله، في الاخر الانسان ياكل قسمه لا باس. سنة ناقصه ياسر الكريفات على عم ناول. الحمد لله على كل حال. الحمد لله. خويا رمزي، نعرفوا اللي البحارة متاع قرقنا عادة ما يتنقلوا الجربة باش يجيبوا من غادي الكريفات زاد. احنا كانت عندنا ميسرة، احنا نقول لها ميسرة يعني سيزون، سيزون هذه شقوف البابر الكبار يمشيوا يخدموا في جربة، وعديوا السيزون هذه متاع شهر شهر ونصف فهمني ولا لا، يلقطوا قصين. ما رأنا كان عم ناول قصدوا ربي باش يخدموا السيزون بتاعهم، عباد عمرت بخمسة وبستة وبعشرة ملايين أغزل، مشاو لغادي كاي الجربة ولات ضربة مولوتوف، ضربة غاز من قبل المواطنين والحاكم، قال شنو شنو ما يساعدناش لقراقنا يجيونا الجربة، رغم أن أنا واحد من الناس وقت اللي ناخو رخصة صيد ناخذها صيد ساحلي كامل تراب الجمهورية، مالا توا احنا غدوة حية اللي يجي يخدم هوني كاي في قرقنا ها نمنعوه زادا كذلك ونطردو سير شي منه، دي حاجات ماهيش معقولة. باهي رمزي قبل ما نختمو كلامنا، عندك بعض الكلمات اللي تمدح فرحات حشاد رمز النضال، قولوش الاتحاد باش ما نربطوش الأمور ببعضها، ما رمز النضال فرحات حشاد عندك كلمة؟ هو رمز النضال لما حالة فرحات حشاد، فرحات حشاد اللي تسمى بونا نغر على البلاد هذه، وبالحق لو كان فرحات حشاد ها قعدت حي راهي البلاد هذه لاباس، خطر اللي يموت لها بوها الصغير اللي يموت لبوه يتعب ياسر. بالمناسبة هذه انت شنية الابيات اللي تقولها في فرحات حشاد؟ ما انا يعني ماني شاعر، ما نسمع على فرحة حشاد مديح يمدحوه يقولوا فرحات يا مولاي الاقدر والهمه وفرقتك ذقنا النار الحره نار شعيله كل من وحل في المذيقه تشيله وتكواري في ريح القدره فرحات يا بعيد على عيني حي في الفم ديما نفدي وثار ولاد تونس الكل صغاره كل واحد يخدم في شواره منه العدو اخو حذره فرحات يا حي في الفم ديما. خويا رمزي انتهت رحلة الصيد بكل الأحداث اللي فيها بكل المفاجآت بكل المتعة اللي عشناها معكم، رجعنا تو للسقالة باش نخليو لك كلمة الختام. سيدي أنستونا مرحبا بكم، وإحنا نورتونا بالزيارة هذه، أوكي شفتوا العمل لدى البحار والتعب والسهرية وقلة النوم للا كاملة يبدأ كيما نقولوا إحنا الإنسان فايق راهو يدور راهو يغزر راهو يعلم الله فمشي كياسه فمشي ايكا الحمد لله والحمد لله هكا الرزق الحمد لله اليوم بزاركم انتم ابرك شويه وان شاء الله ربي يعاون الناس الكل وربي يرزق الكل. ما البحار ديما في البلاد هذه مهضوم حقه، البحار الواحد ياسف للحاجات هذه منهم برشا عراقيل. يا سيدي انا واحد من الناس نحب نعمل شقف اكبر من هذه يقول لي لا، والعباد اللي يحب تعمل اسطول اللي هو شقف ب 10 متر و 12 متر باش يخدم كيما نقولوها احنا يخدم به الكيس الكركار اللي هي ممنوع صيد الكركار هكا يعطيوه. عندنا السقاله هذه من عام 80 ولا 82، السقاله هذه تمدت على حالها حتى للفين وتخدمت الأصل فيها بفلوس العباد وترمت بفلوس العباد، والتو عم ناول عملنا لها لما بالعشرة وبالخمسة وبالعشرين. ياخي احنا قولونا مواطنين تونسيين ولا لا؟ كان مش مواطنين تونسيين خلنا نرفع درب واحد اخر ننتمي له. وعندك المشكلة العويصة الكبيرة هي متاع الكيس، راهو ضيق بينا الحال، صرنا نخدمه في بلاصة اللي احنا منجموش نعديوها، وكنت ريت البارح على عينيك الناس الكل تحت بعضنا نضيقوا في بعضنا، لو كان ما فماش الكيس راهو نتوسعوا نخدموا على رواحنا اما الله غالب. وقراتني عملوا صيحة فزع، احنا كيف كيف الحاكم هذايا ظهر
ما يحبش يخدم، يخدم في البيروات ستو. ماذا بينا يسمعونا؟ يبارك بارك الله فيهم، ولو بيونا المطالب هذه يا خويا يذكرونا. إلا ما دامش نقعدوا كيما هكا، من بعد يقول لك البحر مهمش. لا يا سيدي البحر مش مهمش، راه البحر راه واعي ويعرف الدول بالبلاد، وحتى واحد اللي ما عادش الناس كل ولات واعية وتعرف. بارك الله فيك خويا رمزي، نشكرك كما نشكروا الرئيس ثابت والولاد الكل على الرحلة الشيقة اللي عديناها معكم، وإن شاء الله نرجع لكم القرقنة مرة أخرى ونلقاو البحار القرقني في وضعية وفي حالة أحسن من اللي خليناها عليه إن شاء الله. إن شاء الله. هما هذا ما عجوبة أنا نتوقعها، إذا تصير المطالب هذه يتسمى نبوة وحي، ان شاء الله تتحقق. ان شاء الله ما فماش حاجه معجزه، ممكن فما حاجه صعيبه ما مش مستحيله، ما فماش حد شيء مستحيل لو كان بالحق العباد تعمل بجد وتخدم. كل واحد يشد الاداره نتاعو ويشد البوست نتاعو يخدم عن حق، اول حاجه يخلص فيها الفلوس ويوكلهم لصغاره رزق حلال، فهمت ولا؟ وثاني حاجه ينفع المواطن التونسي. اما وقت اللي هو فهمت ولا لا يخدم حد مصالحه هو الخاصة، رحنا ما نشحوش وما نتطوروش بكل. وزايد راه زايد يلزم العباد تكون لحمة واحدة ويد واحدة ونثق في بعضنا ونخدموا بعضنا باش البلاد هذه تتحسن. ما كانش راهو نقعدوا إلي بوزي في نفس البلاصة ما نتحركوش. في الآخر مشكورين الدومة، وإن شاء الله تكون الرحلة عجبتكم، وان شاء الله نكون اضفنا لكم حاجات اللي هي كيما نقولوها احنا تفيدكم، وان شاء الله انتم تفيدونا. اجتهاد كبير وصبر اكبر تطلب خدمه البحر، وهذا اللي ريناه في بحاره قرقنه، اللي رغم عديد الصعوبات والمشاكل الا انهم صابرون وعلى ربهم متوكلون، عملا بقوله تعالى الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. صدق الله العظيم.